مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة من برنامج وقولوا للناس حسنى، ونرحب بضيف هذه الحلقة فضيلة الدكتور كرم القوصي من علماء الأزهر الشريف والأوقاف. أهلا بك أستاذنا. أهلا وسهلا دكتور وليد، حفظكم الله ورعاكم. الله يكرمك. مشاهدينا الكرام، نتحدث في هذه الحلقة عن المسنين وعن رعاية حقوق المسنين. فضيلة الدكتور كرم، المسن قد يكون أبا، وقد تكون أما، وقد يكون جدا، وقد تكون جدة، وقد يكون جارا، وقد تكون جارة، وقد يكون من صلة الأرحام، وقد لا يمت إليك بصلة من الرحم، فهذا هو المسن. وفي هذه الأيام انتشرت ظاهرة الجلوس في الشوارع لكبار السن كثيرا، ونسمع في هذه الأيام أن شابا ذهب بأمه أو ذهب بأبيه إلى دار مسنين، وربنا تبارك وتعالى قال في محكم التنزيل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فنقول لكل من قام بعق أو بعقوق والديه: ما فعلت سيفعل بك من أبنائك، وما أكرمت ستكرم به، فالجزاء من جنس العمل، والديان لا يموت. فماذا نقول لكل من كبرت أمه أو كبر أبيه وذهب به إلى دار مسنين؟ بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أهلا وسهلا بحضراتكم أيها الأحباب مشاهدون، حفظكم الله. أهلا وسهلا دكتور وليد بكم في هذا المنبر الإعلام المتميز، برنامجكم وقولوا للناس حسنى. الشريعة الإسلامية حرصت أيما حرص على أفرادها صغارا وكبارا، شبابا وشيوخا، لكنها أولت الاهتمام أو أولت باهتمامها فئة خاصة هم المسنين. لماذا؟ لأن الشريعة الإسلامية نظرت إلى هذه الفئة الذين قد كبرت سنهم ثم أصيبوا بالشيخوخة، عجزوا عن الحركة، ربما ثقلت أجسادهم عن يعني أن يعينوا أنفسهم أو أن يتحركوا أو أن يتنقلوا من مكان إلى مكان. أولت هؤلاء اهتماما خاصا، ثم نظرت إليهم أنهم ضعفاء، يستحقون المساندة، يستحقون المساعدة، يستحقون أن نكرمهم وأن نجلهم، لأننا في هذا نكرم من أكرمهم الله ونعز من أعزهم الله. إن من إكرام الله تبارك وتعالى لهؤلاء أن وصى بهم كما جاء في آيات كتاب الله رب العالمين: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، انظروا تحديدا فترة عمرية في سن الوالدين اللي هم لما يكبروا، ولكن في التحديد عندك، مش في دار المسنين، مش في دار العجزة، مش نتركهم ثم لا ننظر إليهم ولا نتكلم أبدا في شأنهم، ثم لا نعينهم ولا نقضي لهم حوائجهم. هذا ليس من الإسلام ولا من وصايا شريعة الإسلام. بعض الناس يذهبون بالآباء والأمهات إلى دار المسنين، وقد يكون ذلك إرضاء للزوجة التي ترى أن وجود الأم قد ينغص الحياة ووجود الأب قد يزاحم البيت، فماذا نقول لهؤلاء؟ عدم التوفيق والتوفيق هذا يسير مع الإنسان في حياته. من وفقه الله تبارك وتعالى للخير أو لبر الوالدين أو لتقديم المعونة والمساعدة فهذا هو الموفق، قال تعالى: وما توفيقي إلا بالله. لكن حين نأتي بكفتي ميزان، الكفة الأولى الأم والكفة الثانية الزوجة، من له الحق؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا
فقالوا له يا رسول الله من أحق الناس بالرجل، يعني من من النساء أولى واحدة؟ قال أمه. فمن أحق بالمرأة من الرجال؟ قال زوجها. رقم واحد في حياة أي امرأة زوجها، ورقم واحد في حياة أي رجل من؟ زوجته وأمه. أي نعم، رقم واحد أمه. لذلك الشريعة الإسلامية تجعلها رقم واحد. فإذا كان هذا ورد في كلام رسول الله، فمن حقها أن تكون في المقدمة في كل شيء. نعم، لا نرضي أحدا على حساب أحد، على حساب أحد، كل له حقه. نعم، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه خلقه، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه خلقه. نعم، لابد أن يكون الغاية رضا الله. نعم، ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، فليتك ترضى والأنام فليتك ترضى والأنام غضاب. فالحق تبارك وتعالى حينما يأمرنا بهذا، والشريعة الإسلامية حينما تأمرنا بهذا، إنها تريد أن تقودنا إلى أجر عظيم في بر الوالدين، وهو أن نراعيهم حينما يكونون محتاجين للرعاية، أن نسير بهم في طريق البر، لأن الله أمرنا قائلا وبالوالدين إحسانا، أن نكرمهم، لأن من إجلال الله تبارك وتعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. فكيف إذا كان هذا الصاحب للشيبة أبا أو أما؟ من نطيع ومن يعني نتبع إذا كان إذا كانت الأوامر من الله والأوامر من البشر؟ لابد طبعا أن نتبع أوامر الله. ليس الذهاب فقط إلى دار المسنين، فقد يكون عند الإنسان مريض في البيت ويحتاج إلى علاج ورعاية شخصية، كأن تقوم على نظافته وإطعامه وتغيير ملبسه وكل ما يخص الشؤون التي تهتم بصحته. الإنسان قد يأتي في فترة يعتريه النصب والمشقة، أو ينفر من كثرة هذه الأعمال، فيذهب بوالده أو بوالدته إلى دار مسنين وكأنهما لم يقدما إليه شيئا في الصغر. فماذا نقول لكل من فعل بأمه أو أبه في هذا؟ لقي سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقيل أن هذا الموقف حدث مع أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رجلا يحمل أمه فوق كتفيه ويطوف بها مؤديا فريضة الحج. نعم. وسأله هل وفيتها حقها وهل وفيتها حقها؟ قال لا، ولا بطلقة واحدة من طلقات الولادة. نعم، ما حصلش أبدا. لا يمكن الإنسان مهما فعل أن يقدم شيئا مما فعله الأبوان. الأب مريض في البيت أو الأم يحتاجان إلى رعاية خاصة، خاصة في هذا السن. ليه؟ لأنه هما يعودان كأن الواحد فيهما طفل، كأنه طفل يحتاج إلى الرعاية. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. كما قام بتربيتك صغيرة، هما يحتاجان اليوم إليك كبيرة. وكما ذكرت حضرتك، الجزاء من جنس العمل. في حديث يقول فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شابا ذا شيبة إلا وقيض الله له من يكرمه عند سنه. نعم، الجزاء من جنس العمل، خاصة بر الوالدين. كل الذنوب تؤجل للآخرة، الحساب فيها إلا بر الوالدين يعجله الله تبارك وتعالى في الدنيا. يعني كونك قالوا دعوة المظلوم وبر الوالدين. نعم، أو دعوة الوالدين، دعوة المجابة. نعم، دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة الإمام العادل ودعوة الوالدين مجابة لا ترد، يعني يجيبها الله تبارك وتعالى على الفور. فأنت أمامك أو بين يديك كنز من الكنوز. نعم، لماذا تفرط فيه؟ التفريط فيه أنك أنت لتقوم برعاية والديك،
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما. انظر إلى دقة لفظ القرآن عندك مش في مكان آخر، لكي تتحمل ولكي تنال الأجر ولكي تأخذ الثواب ولكي تأخذ الفضل من الله تبارك وتعالى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عقوق الوالدين وعدها من الكبائر. واحد من الناس يوفقه الله للبر فيدعو له أبوه، تدعو له أمه، فيسير في توفيق من الله ويكسر رزقه ويكسر ماله ويكسر محبوه، لأن الله وفقه لأن يدعو له أبواه في الدنيا فينال الخير في الدنيا والنعيم في الآخرة. البر نفسه أستاذنا له فضل في سعة الأرزاق، والبركة في العمر وفي المال. للبر لوالديه سواء في الحياة أو بعد الممات، لأن كل إنسان له بر بعد الممات. ومن بر البر أن يصل الرجل ود أبيه إكراما له في قبره. ومما قرأت: زر والديك وقف على قبريهما، لو كان مكانك زاراك حبوا لا على قدميهما. أستاذنا، في هذه الأيام التي انتشرت فيها يعني التواجد وظاهرة دور المسنين، من يتواجدون فيها؟ بعض أصحاب الدور يقومون على رعاية الناس كأنهم هم ذوي الأرحام والدرجة القرابة الأولى، ونسمع في عن إهانات في دار المسنين. ودار المسنين دائما لها من يسألون عنها ومن يقومون على رعايتها، فماذا نقول لبعض أصحاب هذه الدور الذين خرجوا عن المألوف أو سمعنا عندهم عن إهانة للمسن؟ ماذا يقول لهم الإسلام في رسالة تطيب خاطر لكل مسن؟ إن فطرة الله التي فطر الناس عليها الرحمة النابعة من القلوب، من لا يرحم لا يرحم. نعم، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال لأحد الصحابة: وما أملك لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك. نعم، من لا يرحم لا يرحم. لا يرحم. هذه فطرة تعرفها النفوس السليمة وتأباها النفوس السقيمة. حينما يرحم إنسان الإنسان لا يعرفه، فهذا من أولويات الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. نعم، هذا هو ما يوصي به الله تبارك وتعالى، وهذه هي صفات المؤمنين. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. نعم، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هؤلاء الذين اقتضت إرادة الله أن يكونوا أصحاب دور للمسنين، ولديهم من العجزة ومن المرضى ومن كبار السن العدد الكبير، لابد أن ينتخبوا وأن يختاروا وأن يصطفوا أناسا ذوي إمكانيات خاصة، لكي تتعامل مع هؤلاء تعاملا رقيا. أنت قصدك تقصد حضرتك اللي هم من يعملون في الدار نفسها، اللي هم أنشأوا المقيمين عليها، المشرفين القائمين أصحابها، لازم يجيبوا ناس تشتغل على مستوى كفاءة معين وعلى قلوب ترضي أو ترتقي إلى معاملة هؤلاء، فيها سعة صدر. نعم، فيها سعة صدر. الإنسان حينما يكبر قد يكون طفلا وقد يكون أعقل مما كان. نعم، فيحتاج إلى عقلية تتعامل معه تحنو عليه، ثم يرد إلى أرذل العمر. هو يعود طفل، ربما تجد مثلا على سبيل المثال الطفل الصغير، تمام، يعني عفوا، ربما تجده قد قضى حاجته ولم يذهب إلى مكان قضاء الحاجة. هكذا يفعل المسن الكبير، يفقد التحكم في نفسه وفي أعصابه فيقضي حاجته وهو على سريره. من الناس من يتأفف من هؤلاء، لكن حينما نأتي بالمرضى ونأتي بالممرضين والقائمين على هذا ويكونوا مدربين على الرحمة ومدربين على الإحسان، سيفعلون ما يجب عليهم فعله. شكرا فضلت الدكتور كرام. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل ثم نعاود لحضراتكم مرة أخرى، ابقوا معنا مشاهدينا الكرام.
مشاهدينا الكرام، عدنا لحضراتكم، نجدد لحضراتكم التحية في هذه الحلقة من برنامج وقولوا للناس حسنى، والتي نتحدث فيها عن المسنين ورعاية المسنين وحقوق المسنين. وأدعو الله أن يجعلنا وإياكم ممن يؤدون إلى جميع المسنين حقهم. فضيلة الدكتور كرم، ونحن نستكمل الحديث عن رعاية المسنين، كنا نتحدث قبل الفاصل عن أن بعض دور المسنين التي تحتضن هؤلاء، ولا نعمم، فمنهم الحسن ومنهم من يحتاج إلى بعض التوجيهات. فنسمع في هذه الآونة الأخيرة أن بعض الدور تقوم بمعاملتهم معاملة سيئة، ونحن نوجه رسالة لمن يقومون على هذه الدور أن يكون هناك أعضاء يعملون في هذه الدار ممن يتسمون بسعة الصدر والعطف والحنان والبر، بحيث أن هذه أو هذا يعامل المسن الموجود في الدار وكأنه أبيه، أو تعامله كأنه والد، وتعامل الأم كأنها أمها الأصلية. ماذا نقول لهؤلاء أستاذنا؟ نقول لهم رسالة قرآنية وجهها الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة ولكل الأمة بصفة عامة. ماذا قال الله في تلك الرسالة؟ قال الله للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم. نعم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم. هكذا هي الرحمة النبوية في أبهى صورها، لابد أن نقف أمامها، يعني وقفة تطبيق. نعم. هذا المنهج. أما الذين قست قلوبهم ووصفهم الله قائلا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فإن الله تبارك وتعالى ينبه هؤلاء تنبيها قرآنيا أن اتقوا الله رب العالمين، لأنه يشاهدكم وهو مطلع عليكم، وكما قلنا الجزاء من جنس العمل. ستكبر سنك وستكون في سن الشيخوخة وستحتاج إلى من يرعاك، فقدم لنفسك قبل أن تكون في مثل قدم هذا لنفسك الوقت. وأنت مالك أمرها. نعم. أيوة نعم. نعم. علما أن من طمرت فيه التربية، نعم، يتمنى أن يظل هؤلاء أحياء، نعم، وإن بقوا 1000 عام وليس 100 عام. ماذا نقول لهؤلاء؟ نقول لهم: لقد حرمتم أنفسكم من أجر عظيم يرتقي إلى أجر المجاهد في سبيل الله. واحد من شباب الصحابة يأتي إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول له: أريد أن أجاهد معك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول له: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: اذهب ففيهما فجاهد. انظر إلى هذا التعبير النبوي المحمدي في أبهى صوره، يقول لهذا الشاب: اذهب ففيهما فجاهد. فكأن بر الوالدين وخدمتهما والوقوف على شأنهما يساوي الجهاد في سبيل الله رب العالمين. نقول لهؤلاء: لقد حرمتم أنفسكم من أجر عظيم يوم القيامة، 3 لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم: مدمن الخمر والعاق لوالديه والديوس والعياذ بالله. لا حول ولا قوة. هؤلاء الثلاثة يحرمون أنفسهم من النظر إلى وجه الله الكريم بسبب ما يفعلونه بآبائهم. يكون في دور المسنين كما ذكرت، فيتصلون به: إن أباك مريض، إنه يشكو من كذا، بل إنه يريد أن يراك، فيقول: لا وقت عندي، ربما عندي عمل، عندي شغل، عندي كذا. هل هذا يغني عن بر والدي؟ الشغل اللي ينتهي. نعم. 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 في هذا من يصبر الذي عمر قلبه بالإيمان، نعم، واشترى الآخرة، نعم، واشترى بر الوالدين في الدنيا وعلم أنه سيرد إليه، نعم، فتجد بعض هؤلاء ينفرون أو ينزعجون من هذا. نعم. ماذا نقول لهؤلاء؟ يحدث هذا كثيرا. إننا نقول لهؤلاء أن اتقوا الله. قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يراقب أفعالكم وأقوالكم
وتصرفاتكم. حين يفعل الواحد منكم هذا بأبيه وبأمه لينظر ماذا فعل سيدنا موسى عليه السلام مع هاتين الفتاتين، ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. أبونا شيخ كبير. ألجأتهما الظروف الخاصة بأبيهما وسنه وشيخوخته أن يخرجا لكي يسقيا وليس معهما شيء، ينتظرون الرعاء حتى ينتهوا من السقاية. سيدنا موسى ماذا فعل؟ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. فعل هذا لرجل خدمة، لرجل مسن لم يراه صاحب شيخوخة، لأنه رأى ابنتيه تقومان بهذا الأمر. فلنتخلق بأخلاق الأنبياء، لنتخلق بأخلاق الصالحين، لنقتدي بهم. أما أصحاب الدور الذين لا ينفقون الميزانية الخاصة بهؤلاء فإنهم يأكلون مالا حراما، لأن الله تبارك وتعالى قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نعم، أكل الأموال بالباطل هنا أستاذنا هل مقصود بها هل أموال المواريث أم الأموال التي تركها لي والدي حين مرض وذهبت به إلى دار المسنين؟ كل هذه النوعيات من المال. أهم شيء ألا يعني يحل للإنسان أن يأخذ شيئا ليس محللا له، يعني يأخذ مال حرام ثم يحلله لنفسه ثم يقبله، هذا يمنع من خير كثير، بل يمنع إجابة الدعاء. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، فلن يبارك الله تبارك وتعالى في هذا المال لأنه ما نبت من حرام فالنار أولى به. نعم أستاذنا، رسالة أخيرة في ختام الحلقة نوجهها لكل بيت في مسن وفي مسنة. نعم، رسالة أخيرة نوجهها إلى كل بيت فيه رجل كبير أو امرأة كبيرة أو مسن أو مسنة، اتقوا الله في هؤلاء الضعفاء، أحسنوا إليهم فإن الجزاء من جنس العمل، قدموا خيرا لأنفسكم لأن الله قال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله رب العالمين، واصبروا على هؤلاء فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فضلت الشيخ كرم، ونحن نشرف على انتهاء الحلقة أدعو الله تبارك وتعالى لنا ولك وللسادة المشاهدين ألا يحوجنا الله لأحد من خلقه، وأن يمتعنا الله بصحتنا ما أحيينا ما حيينا. مشاهدينا الكرام، أدعو الله تبارك وتعالى لكم بدوام الصحة والعافية، وأدعوه أن يجعل مصر أمنا أمانا سلما سلاما وسائر بلاد المسلمين أجمعين، وأدعوه أن يكفينا وإياكم شر الأمراض والأوبئة والفيروسات، وأن يجعل الله مصر سلما سلاما وسائر بلاد المسلمين أجمعين. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لحضرتكم، شكرا لضيف هذه الحلقة الدكتور كرم القوصي، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.